تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم مراسلة من الاتحاد الدولي الذي طلب من الفاف تقريرا مفصلا حول الجمعية العامة الانتخابية الأخيرة التي أسفرت عن انتخاب خير الدين زتشي خلفا لمحمد روروة. الفيفا اللي بعثته كاع سينورمال الفيفا ابري شاك اليكسيون في الفيدراسيون عندهم من كوميسيون تاع لي زاسوسياسيون تبعث تراسل كل فيدراسيون بعثوا لنا المحضر تاع لاسومبلي جينيرال سيني بار لويسي. وهذاك الشخص واسمه فيرون واسمه فيرون هضر مع زيتشي قالوا ماذا بكم تبعثوا لنا لو بي في تاع لاسومبلي جينيرال. الفيفا وجهت بالمناسبه دعوه لرئيسي الجديد للهيئه المشرفه على كره القدم الجزائريه للتنقل الى سويسرا للتباحث معه حول سبل تطويره.